استمرار جائحة كورونا مؤشرات بتعافي الاقتصاد العالمي. ليبيات تطالبن بحق منح الجنسية لأبنائهن. وجدل زواج القاصرات يشتعل في المغرب ومطالبات بتعديلات تشريعية. برنامج اليوم مع باسل صبري ولين البديري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. نحييكم في مستهلها من استوديوهاتنا هنا في دبي، وصباح الخير عليك يا لين. صباح الخير يا باسل. يمكن النهارده يومنا يوم نسائي بامتياز، سنقترب مشاهدينا من هموم النساء واوجاعهن في اكثر من دوله عربيه، وسنبدا من ليبيا حيث صرخات النساء التي يطالبن بحقهن في منح الجنسيه لابنائهن. بالفعل أكثر من 15,000 ليبية تجاهد لتغيير القوانين التي تمنع منح الأم الجنسية لأبنائهن ولا حياة لمن تنادي. من أمهات ليبيا يلين إلى صغيرات المغرب وصرخات أخرى لفتيات قاصرات يتم إجبارهن على الزواج. طبعا ينشط الجدل الآن في المغرب للمطالبة بإلغاء المادة رقم 20 والتي تسمح للقاضي بتزويج الفتيات القاصرات. للأسف طبعا زواج القاصرات اليوم يلين يشبه المقامرة بحياة الفتيات الصغيرات سواء في المغرب أو في أي مكان في العالم العربي، إما أن يكون بحكم إعدام على الفتاة أو سجن مدى الحياة أيضا، ربما تستطيع الخروج منه في يوم من الأيام ولكنه سيترك فيها جروح غائرة تبقى معها بقية حياتها. طبعا في الحالتين يسلب من الفتاة حق تحديد قرار ربما يكون أهم قرارات حياتها. طبعا ملف ملغوم ومنتشر في أكثر من دولة عربية ويحتاج لعلاج حاسم قانونيا واجتماعيا، وهذا السؤال الأبرز في حلقتنا اليوم. يدخل العالم هذه الأيام سباقا محموما نحو التعافي من أثار كورونا، يعني عرف الداء وعرف الدواء، أو على الأقل هنا لقاح طبعا. بما أن الطريق معروف إذن يتبقى فقط الإسراع للإفلات من براثن كورونا وعكس أثاره السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية. ولطمأنة الجميع أن القادم أفضل، تعلن اليوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نظرتها لخارطة التعافي متفائلة جدا. بالفعل المنظمة أكدت أن مستويات نمو الاقتصاد عادت لما قبل الجائحة، متوقعة أن تشهد نموا أكبر خلال العام المقبل بعد أن ساهمت حملات التطعيم بعودة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية، ولكنها أيضا حذرت من تفاوت معدلات التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة. بعد عام حافل بالتغيرات والإغلاقات وتباطؤ النمو والانتكاسات الاقتصادية، تطلق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلاً حيال الاقتصاد العالمي، مدفوعة باستمرار حملات التطعيم ضد وباء كورونا التي سمحت للشركات باستئناف أنشطتها حول العالم. ففي أحدث التوقعات الاقتصادية قالت المنظمة إن النشاط الاقتصادي العالمي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكنه لم يبلغ بعد مستويات النمو التي كانت متوقعة قبل الأزمة الصحية العالمية. وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.8% مع نهاية العام 2021، على أن تسجل نسب النمو للعام المقبل 2022 نحو 4.4%. وفي الوقت الذي يسير فيه الاقتصاد العالمي نحو التعافي، تحذر منظمة التعاون الاقتصادي التي تضم 38 دولة من أكبر اقتصادات العالم، تحذر من استمرار ما وصفته بالرياح المعاكسة بسبب فجوة التعافي جراء حملات التلقيح البطيئة جدا في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية. نتابع تفاصيل الموضوع مع ضيفنا من بيروت الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة. مرحبا بك معنا دكتور جاسم. إذن تتوالى التوقعات المتفائلة لربما حول نمو الاقتصاد العالمي، لكن كيف تقرأ نظرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟ أولا صباح الخير لإليك ولزميلك وللمشاهدين، وأنا بدي أشكرك على هالدعوة الكريمة. حقيقة هذه النظرة هي نظرة واقعية، لن أقول أنه نظرة تفاؤلية، لا هي تفاؤلية بطبيعتها، بس هي نظرة واقعية لأنه حقيقة عم تعكس مؤشرات على الأرض.
اليوم التقرير عم يعكس مثل ما بقولوا التوقعات الفوركاستينج للمستقبل من خلال هالمؤشرات اللي موجودة على الأرض، سواء كانت مؤشرات اقتصادية بحت أو مؤشرات خليني أقول أدفانست يعني مسبقة بتدل على شيء رح يطلع بالمستقبل. وبالتالي منشوف مثلا مثل حالة الولايات المتحدة الأمريكية عم بتضخ تريليونات بقلب الاقتصاد تبعولها، والولايات المتحدة الأمريكية هي ربع الاقتصاد العالم، فإذا لها تأثير كتير كبير. عم نشوف مثلا نطلع على مؤشر طلبات بعالم الأعمال البي ام اي، منشوف انه عم يطلع بشكل كتير كبير. فإذا في عندي مؤشرات كتير طيب. كتير مهمة عم بتدلني، لذلك التقرير إجا تضوي على عملية هالأشياء الإيجابية اللي بدت ناطرتنا بالمستقبل، بس كمان عم بيحذر من مخاطر ممكن نقع فيها. يعني المؤشرات الاقتصادية التي ربما ذكرها هذا التقرير تبدو إيجابية جدا، ولكن على أرض الواقع عندما ننظر إلى ما يحدث على الأرض هناك اقتصادات تفتح صحيح مرة أخرى ولكنها تعود لتغلق مرة أخرى بسبب موجات جديدة من الجائحة وحالة من الضبابية وعدم معرفة ما يحمله المستقبل. كيف يمكن لهذا التقرير أن يشير بوضوح إلى نظرة تفاؤلية أو واقعية متفائلة حول المستقبل إذا كان الموضوع على الأرض بهذه الضبابية؟ يعني حقيقة نحن إذا بنطلع مثلا في عدد معين من البلدين يلي قدرت تعمل نسبة لقاح كتير كبيرة لشعبها، عم نشوف رجعت الحياة لطبيعتها. سيدي الكريم، من أخطر ما أتى على الاقتصاد العالمي هو الإقفال. الإقفال هو قضى على الاقتصاد العالمي، يعني عم تشوف نسبة تراجع شيء مخيف ومرعب بالنسبة لسنة 2020 وقت اللي صار الإقفال نتيجة الجائحة. اليوم عم نشوف أنه بمجرد ما أنه بلشنا نفتح الاقتصاد سواء كان السياحة سواء كانت الشركات، العديد من الشركات رجعت تفتح وإلى ما هنالك، عم نشوف أنه عم نرجع نستعيد النشاط وعم نرجع نستعيد مثل ما بقولوا نسبة هالنشاط يمكن مثل ما كانت قبل. بس المشكلة الكبير بضل أنه إذا كان في تحورات على صعيد هذا الفيروس ورجع جبر أنه السلطات أنه تأخذ القرار بإقفال الاقتصادات، هون رح يرجع يكون في مشكلة كتير كبير. فإذا بنكون عم نحكي عن مخاطر فعلية على الأرض ممكن ترجع تقوض هالتوقعات التفاؤلية بنمو اقتصادي سواء كان بال 2021 أو بال 2022. هذه الشغلة كتير مهمة وكتير أساسية نعرفها، وهذا بعتقد يمكن هدفه الأساسي للتقرير أنه انتبهوا من عمليات اللقاح إذا كان في تحورات، إذا كان في إشياء معينة ممكن نرجع للإقفال، وهذا أخطر شيء على الأرض. دكتور جاسم، يعني بلغة الأرقام المنظمة تتوقع أن يصل النمو مع نهاية 2021 لنحو 5.8%. حسب رأيك هذا الرقم هل هو يشكل نظرة متفائلة نوعا ما أم واقعية بالنسبة يعني للعام المقبل؟ سيدتي، هذا الجدول أمامي، يعني بدك تعرفي حضرتك بالاقتصاد، الاقتصاد بيشتغل مثل الماكينة. رح أعطيكي مثال بعتذر بس هو هذا للتبسيط المثال. إذا أنا راكب على دراجة هوائية وعم بعمل بإجري، إذا بوقف بوقت من الأوقات بضل الاقتصاد بضل الدراجة ماشية حتى لو وقفت إني أدعس على مثل ما بقولوا هاو البيدال تبعولها. لذلك هذه بسموها الإنيرثيا. الإنيرثيا يعني هي مثل كأنه بتاخد وقت حتى الماكينة الاقتصادية توقف. لذلك نعم هذه التوقعات هي منطقية، وهذه التوقعات هي أقرب للواقع من أنه تفاؤلية مع احتمال خطأ. لا، إذا كان في كارثة بدها تصير بسنة 2021 بدها تكون من إقفال تام. ولحد اليوم نحن شايفين أنه مسيطرين على الوضع. لذلك نعم في قلك أنه بأكثر من 99% أنه هذا الرقم هو اللي رح يطلع. يعني هذه النظرة هي حقيقة بتاخد بعين الاعتبار الباست تبعول يعني الماضي تبعول هذا الاقتصاد وكيفية تطوره، وبالتالي بتعكس واقع
قريب جدا للي راح يصير. طيب دكتور جاسم، اليوم المنظمة تضم 38 دولة من أكبر اقتصادات العالم، هل هذه النظرة الواقعية الإيجابية تشمل الجميع أم أنها تتعلق فقط بهذه الدول؟ لا حقيقة يعني خليني أكون واقعي، لا هي يمكن أكثر بتشمل الدول تبعون المنظمة أكثر من ما أنه بتشمل كل الدول. هذا لا يعني أنه لا يوجد استثناءات ببعض الدول يلي منش بقلب المنظمة. الإشكالية الأساسية أنه حقيقة في تباعد وتميز بين الدول من ناحية رد فعل السلطات على الجائحة. يعني مثلا ببعض الدول اللي كان عندها فائض بموازنات أو كان في عندها مدخول، كان في عندها احتياط، قدرت تساعد الناس، قدرت تساعد الشركات، قدرت تساعد خليني أقول ماليا حتى تشتري اللقاحات، ولكن هذا ليس حال كل الدول. لذلك لا ما فينا نقول أنه هذا بيشمل كل دول العالم. كيف هو حال الدول الفقيرة إذن؟ هذا التفاوت للأسف واضح. صحيح الدول الفقيرة، وليس فقط الدول الفقيرة، في بعض الدول خليني أقول مش هقول فقيرة ولكن هي بالدخل المتوسط، بس كان في عندها عجز بموازنتها، كان في عندها خليني أقول احتياطات متدنية ما قدرت تواكب السياسات اللي انطلبت. مثلا مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي أحسن مثال يعطى بالاقتصاد عن سرعة ردة فعل السلطات على جائحة أو على كارثة إجت بتتجي بالاقتصاد. يعني هذا مثل ما بيقولوا هو المثال، لازم الدول الأخرى تقتدي فيه. للأسف هذا منش حالي. مثلا إذا بياخد حالة بعض الدول الأفريقية أو بعض الدول حتى الأسيوية مثل لبنان كمان، ما عندنا القدرة أنه نقدر نتبع هيك نوع من السياسات، لأنه للأسف يعني بالفعل في عوامل معينة بتمنع. بس لا ما في تجانس، في تفاوت بين الدول. شكرا لوجودك معنا الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور جاسم عجواقة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل مشاهدينا، ليبيات تطالبنا بحق منح الجنسية لأبنائهن، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. حق الجنسية تكفله اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أما في ليبيا فالأمر مختلف، حيث تعد قضية عدم منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب تعد واحدة من أبرز الأزمات التي تؤرق النساء الليبيات. قضية يلين كما في بلدان عربية أخرى تثير بالطبع جدل مجتمعي ورسمي واسع، خصوصا وأن السلطات بدأت بالفعل في وضع ترتيبات تشريعية جديدة تخص منح مواطنيها أرقاما وطنية تثبت هويتهم وانتمائهم للبلاد. ولهذا تهدد هذه القضية عددا من أبناء هذه الأسر التي ما زالت الجهات الرسمية تصر على عدم منح أبنائها حقوق المواطنة. بالفعل يعني ووفقا لإحصائيات أعدتها جمعية الأسرة من أجل المواطنة، وصل عدد الليبيات المتزوجات من أجانب حاليا لأكثر من 15,000 ليبية. هؤلاء يعاملوا أطفالهن كغرباء ويمنعون من التعليم والتوظيف والعلاج إضافة إلى الانتخابات. أميمة تزوجت قبل عدة سنوات من رجل غير ليبي، القانون الليبي يمنحها هذا الحق، إلا أن نفس القانون يحجب عن ابنها من زوجها غير الليبي حق الحصول على جنسية أمه. ومع ضعف أملها في إمكانية تغيير هذا الوضع، انخفض سقف طموحها اليوم إلى الأمل في حصول ابنها على وثيقة سفر ليبية. في حالة ابني الوالد يتوفى متوفى، فكيف حتكون الإجراءات؟ يعني هنا الوالد ليس ليدا في شيء، توفى إلى رحمة الله. هنا المفروض يجي دور الدولة الليبية تساعدني في أن نستخرج جواز سفر للطفل حتى مبدئيا أو شيء زي هذا القبيل. رغم السعي لتعديل قانون الجنسية الحالي، إلا أن الحالة السياسية في ليبيا قبل وبعد الثورة حالت دون اتخاذ خطوات جريئة في مجلس النواب الليبي في هذا الاتجاه.
الحقيقة أن الفترة الأخيرة كلها صراعات وحروب وانتهاكات كبيرة واسعة في هذا الجانب، والهموم كبيرة، يعني الهموم الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدولية. فطبعا مجلس النواب تعرض لأزمات كبيرة، من ضمنها تبنيها مشروع الحرب الفترة الأخيرة سبب فيه انقسام كبير، فتعطلت كل أعمال مجلس النواب، تعتبر يعني معطلة. يعني المنظمات الحقوقية لم تتوقف عن المطالبة بتعديل قانون الجنسية الحالي وإعطاء حقوق أكثر لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين، فيما يظل الاستقرار واستمرار الانتقال الديمقراطي في ليبيا هما الأمل في تغيير الكثير من القوانين وإعطاء فئات عدة حقوقها. وفي وقت سابق أكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم أن القوانين الليبية لا تميز في المعاملة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خططا بالفعل لتعزيز حقوق المرأة بما يضمن مكانتها وتمتعها بحقوقها. قالت الوزيرة أن القانون الليبي ضمن للمرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري بأن المواطنين سواسية أمام القانون. كما وضحت أن ليبيا صادقت بالفعل على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة. بس نتابع الموضوع من الناحية القانونية مع ضيفنا من طرابلس المحامي والناشط الحقوقي أستاذ محمد بارة، مرحبا بك معنا. إذن نبدأ معك من المادة رقم 11 من قانون الجنسية لعام 2010 التي لم تمنع حصول أبناء الليبيات المتزوجات من أجنبي على الجنسية، إلا أنها قيدت ذلك الحق بما يعني تتضمنه اللائحة التنفيذية للقوانين من ضوابط عديدة، لكن دعنا نتحدث عن إطار الجديد حول هذا الأمر. أولا صباح الخير لك ولمتابعيك. طبعا بالنسبة لموضوع منح الجنسية الليبية في ليبيا، هذا يعد من أعقد الموضوعات لأسباب عديدة، وبالتالي المجتمع الليبي، يعني بما أن المجتمع الليبي هو مجتمع قبلي، يعني مقسم إلى قبائل وأسر كلها تنتمي أو تعتز بنسبتها إلى شخص معين أو إلى قبيلة معينة، فبالتالي قبول شخص يعني أجنبي يعتبر أمر غير مألوف. ولكن فعلا يعني بالنسبة للإعلان الدستوري نص على المساواة بين الرجال والنساء دون نظر إلى الجنس أو اللغة إلى آخره، إنما القانون اللي صدر في 2010 رقم 24 ما زال حسب ما نص أنه يجيز فقط منح الجنسية الليبية لأبناء المواطنات الليبيات، ويستثنى من ذلك أبناء الفلسطينيين. طبعا اللائحة التنفيذية التي وردت لهذا القانون أوضحت الأمر أو أعطته أكثر تعقيدا، يعني بمعنى أنه يجوز دائما نحن في الإجازة يجوز منح الجنسية لأبناء المواطنات الليبيات البالغ سن الرشد وكامل الأهلية. طبعا هذا من ناحية، يعني لازم يكون الشخص بالغ سن الرشد، ولازم توافق الشؤون الاجتماعية، ولازم يكون موافقة الوالدين، هذا من ناحية. بالنسبة للقُصّر اللي هم لم يبلغوا سن الرشد، في هذه الحالة لا يجوز منحه الجنسية الليبية إلا إذا توفي الأب أو فقد بحكم قضائي. طبعا هناك إشكالية طيب. كبيرة جدا، يعني اللائحة لم تتساهل أو لم تعطي مرونة في منح الجنسية لأبناء الليبيات، ولكنها قيدت ما هو طيب. موجود في القانون، ويبقى حتى رغم هذه الشروط يعني اللي هي منصوص عليها في القانون، يبقى أنه الموضوع جوازي للجهة التنفيذية، يعني ليس طيب. ليس إلزاما عليها أن تمنح الجنسية. وللأسف هذه اللائحة يعني ما زالت سارية، جزء مهم جدا من المشكلة لو سمحت لي أستاذ محمد. يعني ظروف المجتمع الليبي معروف أن هي يعني احنا ليبيا اليوم مقبلة على مرحلة جديدة، ما زالت هذه الإشكالية. كما ذكرنا منذ قليل، يعني وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية قالت أن القوانين الليبية لا تميز في المعاملة بين الرجل والمرأة، ومع ذلك يعني السيدة المتزوجة من أجنبي لا تعامل نفس معاملة الرجل الليبي المتزوج بأجنبي، هو ينقل جنسياته بسهولة لأولاده فور ميلادهم. يعني حقوقيون كثر اعتبروا هذا تمييزا يعني شديدا ضد المرأة، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
هو 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 بالنسبة للإعلان الدستوري نعم اللي صدر سنة 2011 يوجد به هذا النص، ولكن كما هو معروف أن ليبيا يعني وضعها غير مستقر، لا توجد بها حتى محكمة دستورية مستقرة، يعني حتى المحكمة الدستورية التي ممكن أن يرفع ضدها طعن ضد هذا القانون لعدم دستوريتها ومخالفاتها للإعلان الدستوري هي معطلة في ليبيا، وبالتالي يعني المعمول به هو القوانين، وإلى حد الآن القانون لا يجيز أو لا يفرض على الجهات التنفيذية منح الجنسية لأبناء ليبيات، وهذا شيء ملموس يعني كما ذكرت حتى حضرت في اللقاء الذي مر أن منح الجنسية لأبناء ليبيات هذا أمر مازال معطل ومازال بعيد المنال، يعني لأن الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني هذا أولا، ويحتاج إلى تفاهم المجتمع فوق ذلك، يعني بالتالي الحقيقة رغم أن الإعلان الدستوري ينص على المساواة، رغم أن ليبيا صادقت على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، ولكن من الناحية الفعلية القانون رقم 24 لسنة 2010 ما زال ساري المفعول وما زال يكتفي بإجازة منح الجنسية لأبناء المواطنات أستاذ محمد واللائحة التنفيذية نعم، يعني هل هناك خطط لمشروع قانون يصحح هذه الأوضاع لربما عن طريق سواء كان البرلمان الليبي، وهل يكتب له أو هل يكتب له النجاح؟ لا أعتقد أن البرلمان الليبي مجلس النواب حاليا يفكر في هذه الأمور، يعني البرلمان الليبي حاليا كل همه هو المناصب وزيادة المرتبات، ولا نعرف بأي خطط موجودة بالنسبة لمجلس النواب الحالي حقيقة، يعني مجلس النواب الحالي منذ 2014 طيب لم يصدر. طيب إذن في رأيك ما هي الخطوة المطلوبة اليوم؟ المهمة هو يعني بالنسبة لليبيا أعتقد أن مسألة الجنسية هذه من المسائل المعقدة، باعتبار أن إحنا يعني إحنا بنتكلم عن الجنسية لأبناء السيدة الليبية وليست لزوجها الرجل الأجنبي، ألا تعتقد أن هذا حق مشروع؟ نعم هو من حيث المبادئ ومن حيث الإعلان الدستوري نعم هو حق مشروع، ولكن حتى الحق دائما في حاجة إلى من يقرره، يعني الدولة عندما تتعامل بقوانين لابد من وجود قانون يقر بهذا الحق، إذا لم يوجد قانون يقر بهذا الحق فيظل هو مجرد أمل، إلى حد الآن لا يوجد قانون يلزم السلطات التنفيذية، ولكن تجدر المطالبة به في هذه المرحلة بالتحديد حتى تبنى المرحلة القادمة على أسس صحيحة، أليس كذلك؟ نعم، هو بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني وبالنسبة للطبقة اللي هي مثقفة بدون شك هي يعني تطالب بذلك، وخرجت حتى عدة مسيرات أتذكر يعني في السنوات الأخيرة من أبناء المواطنات الليبيات والمواطنات الليبيات ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن هذا يحتاج إلى أدوات، يعني يحتاج إلى سلطة تشريعية قادرة على إصدار قانون، لا أعتقد أن السلطة التشريعية الحالية قادرة على إصدار مثل هذا القانون. نشكر وجودك معنا المحامي والناشط الحقوقي أستاذ محمد برة، شكرا جزيلا لك. يبدو أن قضايا المرأة في العالم العربي لا تنتهي، وإلى أن تنتهي طبعا ستبقى يعني شغلنا الشاغل هنا في برنامج اليوم، من معاناة الأمهات الليبيات لمنح أبنائهن حق الجنسية إلى معاناة أخرى في المغرب سنتحدث عنها الآن، معاناة مع ظاهرة زواج القاصرات. طبعا القضية لا تزال مطروحة وتثير الكثير من الجدل. الجدل المتجدد اليوم يدور حاليا حول المادة رقم 20 من مدونة الأسرة والتي تثير غضب الكثيرين. بالفعل باسل، على الرغم من أنه التراجع الكبير في عدد عقود الزواج القاصرات خلال السنوات الماضية، إلا أنه هذا التراجع ونتائج الإحصائيات لم يعني ترقى للتطلعات. أما تعديل المادة 20 الجديد المثير للغضب فينص على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 على أن لا يقن سن المأذون له عن 16 عاما. تعديل للمادة 20 ينص أيضا على أن تبرر المصلحة والأسباب لهذا الزواج بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية واجتماعية.
إذن المادة 20 المعدلة تتضمن استثناء الموافقة على زواج القاصر، ويبقى السؤال حول مدى قدرة هذا التعديل في تخفيض أسرع لتجاوزات في عدد عقود الزواج التي تخطت 12,000 حالة في 2020. ولكن رغم كل شيء يجب التوقف الآن عند أرقام زيجات القاصرات في المغرب والتي تتجه نحو الانخفاض سنة بعد الأخرى، فنتابع هذه الأرقام. إذن زيجات القاصرات تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى بحسب جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، فقد تم خلال عام 2014 تسجيل 33,489 عقدا لزواج القاصرين، ما لبث أن انخفض في عام 2015 ليصل إلى 30,230 عقدا. أما في العام 2016 فقد انخفض أكثر فأكثر ليصبح عدد زيجات القاصرين 27,250 عقدا. استمر عدد هذا النوع من الزيجات كما نرى هنا في الانخفاض خلال السنوات التالية، ليصل في عام 2019 إلى 20,738 عقد زواج. أما في العام 2020 فقد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية ليصبح 12,600 عقد، وهو ما يشكل نسبة معينة تصل إلى 6.48% من مجموع عقود الزواج المبرمة. سنتحدث الآن بالتفصيل عن هذا الموضوع، ولذلك يعني طبعا سنعود في البداية إلى الجدل حول المادة 20 من مدونة الأسرة لنتابع تقرير من المغرب يعكس الأسباب التي تلعب دورا في زواج القاصرات، وهي في الأغلب اقتصادية تهدف إلى إعالة أسرة هذه الفتاة. بحسرة ومرارة تحكي هذه الشابة ذات 25 ربيعا تجربة إجبارها على الزواج في سن مبكر، وتتردد على عدد من الجمعيات المدنية بحثا عن حلول لمشاكلها التي سببها لها تزويجها وهي قاصر. تزوجت على 16 عام، على 16 سنة، وما بغيتش ننصح أي كاع الفتيات بهذه التجربة هذه، بغيتهم يقراوا ويوصلوا ويتعلموا. علاش لا؟ حيت انا ولدت صغيره وجوجت صغيره وكاع الحقوق ديالي كطفله تهضمات، لحقاش هذا السن ما كيسمحش. وانا بالنسبه ليا من خلال تجربتي ما نقدرش نجوج بنتي، حتى انا نبغيها تقرا وتوصل، وما ننصح حتى شي وحده تخوض التجربة هذه. جمعية سايس للتنمية والتضامن واحدة من الهيئات المدنية النشيطة في مجال محاربة ظاهرة العنف الأسري بما فيه زواج القاصرات، وذلك من خلال اعتمادها مناهج كاملة الأبعاد والمرامي وبرامج استباقية للحد من الظاهرة داخل خلية الاستقبال والاستماع والإنصات الاحترافي بالمركز متعدد الاختصاصات لتكوين وتأهيل المرأة القروية أولاد الطيب في ضواحي مدينة فاس. احنا كجمعية كنشتغلوا على آلية استباقية لمحاربة هذه الظاهرة، خصوصا احنا في العالم القروي ديال أولاد الطيب فاس. وهذا المركز من بين الخدمات اللي كنشتغلوا عليها يعني يوميا هي التنمية الذاتية للفتيات القاصرات. كنستقبلوا الفتيات المنقطعات عن الدراسة، خصوصا اننا دابا كنشتغلوا مع مشروع ديال الوزارة التربية الغير النظامية. حقوقيون وناشطون مدنيون يطالبون بتعديل او الغاء المادة 20 من مدونة الأسرة التي تسمح بمنح رخص استثنائية تزويج القاصرات. هذا الإذن هذا علقه المشرع بمجموعة من الشروط، من بينها أن هذا القرار هذا ديال القاضي المكلف بشؤون القاصرات، هذا الإذن هذا يجب أن يكون معللا تعليلا تعليل فيما يخص المصلحة ديال الفضلة ديال هذا القاصرة هذه. كذلك أنها تكون بشرط إجراء خبرة، كذلك إجراء بحث اجتماعي. ولكن التعديل أصبح واقعا يفرض نفسه، لماذا؟ لكون هذه المادة هذه جاءت الشروط التي تتعلق بها هذا الإذن هذا جاءت مبهمة. في حين تعمل هيئة النيابة العامة باعتبارها واحدة من أقوى الحلقات القضائية المدافعة عن الحقوق الأساسية لتزويج القاصر على دراسة تشخيصية حول الموضوع تهدف إلى تحديد الحجم الحقيقي للظاهرة.
ومعرفة كذلك الأسباب ويعني المحيطة بالموضوع من خلال البحث الميداني الاجتماعي للموضوع. وتشير إحصاءات رسمية ذات الصلة بالظاهرة إلى انخفاض ملحوظ فيما يخص تزويج القاصرات في المغرب، حيث تم تسجيل 12600 عقد خلال عام 2020 مقابل أكثر من 20000 عقد في سنة 2019. جهود ميدانية يقودها نشطاء المجتمع المدني في المغرب للحد من زواج القاصرات، وحملات توعوية متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة وإنقاذ القاصرات من مخاطر الزواج المبكر. فاطمة البكاري، الحرة، أولاد الطيب، ضواحي فاس. تنضم إلينا الآن من الرباط الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة السيدة خديجة الرياضي. صباح الخير عليك في البداية سيدة خديجة. يعني دعينا نبدأ مما ذكره التقرير في النهاية تقريبا، وهو أن رئاسة النيابة العامة تعمل اليوم على دراسة تشخيصية حول هذا الموضوع للوقوف على الحجم الحقيقي لظاهرة زواج القاصرات، لأن الأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما دقيقة باعتراف المسؤولين ولا تعكس الواقع. كيف تقدرين حجم هذه الظاهرة؟ مساء النور، صباح الخير. وبخصوص يعني هذه قضية تزويج القاصرات، هي الأرقام التي يتم الكلام عليها من طرف النيابة العامة ومن طرف وزارة العدل هي أرقام تهم فقط يعني القضايا التي تصل إلى المحاكم، يعني الحالات التي يتطلب فيها يطالب فيها العائلات أو الأسر بتسجيل العقود وإعطاء الإذن بالتزويج. لكن الأرقام هي أكثر من هذا بكثير. يمكن القول أن هذه الأرقام هي فقط ما يظهر من جبل الجليد كما يقال، أما الأرقام الحقيقية فهي كثيرة جدا، لأن في المناطق القروية وفي المناطق النائية والبعيدة لا يلجأ حتى الأسر لا تلجأ حتى إلى تسجيل عقود الزواج. وبالتالي فهذه الأرقام يعني يمكن أن نقول أنها ليست لا تعكس الواقع الحقيقي وخطورة الوضع الذي يعني تعيشه الفتيات والطفلات والقاصرات في العديد من مناطق المغرب التي لا يتم فيها حتى اللجوء إلى المحاكم. وهذه يعني الحالات تعرفها السلطات، ليست يعني حالات غير معروفة. فأعوان السلطة الموجودون في كل مناطق المغرب هم يعرفون الحالات التي يتم فيها التزويج بما يسمى بزواج الفاتحة وما يسمى بزواج يعني بدون أوراق عن طريق الطرق التقليدية والطرق المتعلقة يعني بتطبيق الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الأمور. لكن يعني لا يجب الاعتماد فقط على هذه الأرقام لقول أن الظاهرة فعلا تنقص، لأن فعلا مؤخرا وزارة العدل يعني ذهبت في اتجاه عدم إثبات الزوجية في المحاكم، يعني هذه يعني عدم تجاوب مع طلبات الأسر. يعني هذه الحالات غير الدقيقة تتعارض مع ما ظهر من قبل وزارة العدل التي ترى أن الأمور تتجه نحو الإيجابية بسبب التراجع الكبير في أرقام زيجات القاصرات، لكن يبدو على أرض الواقع أنه هذا غير دقيق تماما. يعني 7% تقريبا من عقود الزواج ما زالت موجودة. يعني هل يصعب القضاء أو يعني هل يصعب القضاء على هذه الظاهرة حسب رأيك؟ نعم، كما قلت هذه الأرقام حتى هذه الأرقام التي تقول أو تنشرها وزارة العدل أو النيابة العامة فهي بدورها يعني مرتفعة جدا. حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط هذه الأرقام 7% فهي مرتفعة، إذا عرفنا أن المغرب صادق منذ 1993 على اتفاقية حقوق الطفل والتزم برعاية هذه الحقوق وإقرارها واحترامها وتمتيع الطفولة بها. إذن هذه الأرقام في حد ذاتها مرتفعة. أما يعني القضاء النهائي على هذه الظاهرة فهي ليست هي في الحقيقة صعبة لأنها منتشرة، لكن ليست صعبة لو كانت هناك إرادة سياسية للعمل من أجل القضاء عليها، لأن هذه الظاهرة لا يكفي وضع قوانين لها لإنهائها. الجانب الزجر مهم، يجب تجريم تزويج الطفلات، يجب أن تصبح جريمة. هناك تجارب من هذا النوع، وطبعا لا يكفي كذلك الردع.
الردع لا يكفي، لأنه يجب أن يكون هناك يعني سياسة مندمجة متكاملة تعني بحقوق الطفل، يعني تنظر إلى المجال التعليمي، لأن هؤلاء الطفلات أغلبهن عندما لا تكون مدرسة قريبة من الحي أو من البيت أو من القرية، عندما لا تكون مؤسسة تأهيلية يعني يخرجنا من ينتزعن من التعليم ويضعنا في يعني يتم تزويجهن. فهذه الأمور وأيضا الواقع الاقتصادي للأسر التي تكون سبب في هذه الظاهرة، وأيضا مسألة القيم، لأنه الفقر لا يمكن أن يفسر كل شيء. القيم التي يعني لا تحمي حقوق الطفل، لا تجعل الأسر تعني بأطفالها، هذه أيضا أمور كلها نتاج لسياسات الدولة. طيب سيدة خديجة، يعني اليوم الكثيرون يلقون باللائمة على المادة 20 بالتحديد على الأقل قانونيا، لأنها تتضمن استثناء يسمح للقاضي بالموافقة على تزويج القاصر. هل القضاء على هذه النقطة وحدها من الممكن أن يحل هذه المشكلة قانونيا؟ عندما صدرت مدونة الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة عفوا سنة 2004، طبعا فيها مسائل متقدمة لكن فيها العديد من الأمور التي لا زالت تمس بحقوق النساء، ومن ضمن الانتقادات التي كانت وجهت من طرفنا لهذا القانون هو هذه المادة بالضبط، أنها تسمح بتزويج الطفلات، وثبت فيما بعد أنها مادة خطيرة جدا، لأن رغم أن القاضي له صلاحية تقدير، فالقضاة يعني كانوا يسمحون في تقريبا أكثر من 85% من طلبات التزويج كانت تقبل، ولم يكن تحترم حتى الشروط التي كانت تضعها هذه المادة من البحث الاجتماعي، من الوضعية يعني الصحية إلى غير ذلك. لكن هذا القانون لا يسمح وحده، ليس القضاء على أو إلغاء هذه المادة ليس هي الحل السحري والوحيد، يعني يجب كما قلت أن تكون هناك سياسة تعنى بالطفولة حقا، وتكون هناك إرادة سياسية يعني لشتات كل الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة. شكرا لوجودك معنا الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة أستاذة خديجة الرياضي، شكرا جزيلا لك. كل هذه المعاناة التي تواجهها النساء في الكثير من بلدان الوطن العربي، نجد بصيص من الأمل أو النور يسطع من القاهرة، فبعد مداولات ومناشدات وشد وجذب استمر لسنوات، أخيرا أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية المصرية قرارا ببدء عمل المرأة في قضاء مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. بالفعل، ورغم أن القرار يأتي تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، تفعيلا كاملا، يرى مراقبون أنه ما زال هناك مخاوف تتعلق بآلية التنفيذ. بعد رحلة نضال دامت 5 سنوات، تتابع أمني القرار الرئاسي الذي صدر أخيراً ليمكنها من الحصول على استحقاق دستوري يسمح للنساء للمرة الأولى في مصر بالوصول إلى منصة القضاء عبر مجلس الدولة والنيابة العامة. ورغم سعادتها بالقرار، لا يزال لدى أمني خوف يتعلق بآلية التنفيذ. قرار يعني بنعتبره انتصار عظيم للمرأة المصرية وانتصار لدولة الدستور والقانون، ولكن يمكن في شوية تخوفات من آليات التنفيذ. التخوف الأكبر أو الجوهري بيدور حوالين أنه تتكرر تجربة القضاء العادي في مجلس الدولة والنيابة العامة، بحيث أنه التعيين في القضاء ما يكونش بالطريق الطبيعي، بداية من السلم القضائي من بعد التخرج، ولكن بالنقل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة. قرار تعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة قد يساهم بحسب مراقبين في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية، لكن إلى أي مدى يمكن للقرار أن يحقق كافة معايير الشفافية وعدم التمييز بين طالب التعيين؟ وفق قانونيين، يعمل القرار على الحد من التمييز على أساس النوع، ويحقق الشفافية من حيث توضيح أسباب الرفض أو القبول، لكنهم يطالبون بضمان عدم اقتصاره على التعيين من داخل الهيئات القضائية. احنا بنتكلم على خطوة مهمة في الحد من التمييز على أساس
النوع وإنصاف النساء وقيمة مضافة إلى منظومة العدالة. فيما يتعلق بمعايير التعيين للشابات خريجات كلية الحقوق هي لسه مش واضحة. النصر الحقيقي وإلغاء التمييز الحقيقي إن يبقى التعيين متاح لخريجات كلية الحقوق على نفس المعايير والشروط لخريجين كليات الحقوق، وده القيمة المضافة إن تقدر منظومة العدالة تستفيد من النابهات والنابهين والمتفوقات والمتفوقين دارسي القانون في كل الكليات المصرية. لا يوجد ما يمنع في الشرع والدستور والقانون من تعيين المرأة قاضية، لكن الأمر لطالما كان له بعد اجتماعي لا يرحب بوجود المرأة في هذه المهنة. فما هي نظرة المجتمع تجاه هذا القرار؟ من إجمالي 16 ألف قاض في مصر توجد 66 قاضية فقط في جميع الهيئات القضائية باستثناء مجلس الدولة والنيابة العامة، وناضلت المصريات على مدى أكثر من نصف قرن للحصول على حقهن في تولي المناصب في كافة الهيئات القضائية تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز. أميرة جد الله، الحرة، القاهرة. وبطبيعة الحال على منصة تويتر تباينت الآراء حول هذا القرار بين مؤيد ومعارض، فعلى سبيل المثال رحبت به سميرة الشريف بشدة بقولها: قرار جلوس المرأة على منصة القضاء وكذلك مجلس الدولة حاجة تجعلك فخور بآليات وطنك اللي بيسير بخطوات ثابتة. هناك حلول جذرية على كافة المستويات وخاصة باتجاه المرأة وتمكينها من حقوقها. بدوره عرض أبو ريان القرار بقوله: لا نعترض على قرار السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة، ولكن نخشى أن تغلب عاطفة قلب المرأة على حكمة عقلها أثناء تأدية عملها الموكلة به على منصة القضاء. وقالت المحامية أيضا المهتمة بتمكين المرأة في المناصب العامة نهال عبد القدوس: إن استعداد المجتمع لتقبل المرأة القاضية تتجاذبه قوى عدة، فمن جهة تشير الأعراف والعادات والتقاليد إلى أن المرأة تصلح لمهام دونا عن غيرها، ومن جهة أخرى جاءت موجة التدين والتطرف لتضفي هالة دينية على العادات الرجعية. تساءل أيضا شريف جمال مدير البرامج السياسية في مؤسسة قضايا المرأة المصرية: كيف يمكن لخريجات في كليات الحقوق أصبحن متميزات في عملهن وبعضهن أصبحن يدرسن القانون في الجامعات ألا يتمكن من التقدم إلى الوظائف القضائية من الأساس؟ كانت زوجة وأما لطفلين حين سافرت لإعداد رسالة الدكتوراه خارج وطنها الأم لبنان، وتركت صغيريها في رعاية والدهما الذي يعتبر الدعم الأساسي لنجاحها ومساندتها في الحياة العلمية وكذلك العملية. لا تخفي البروفيسورة حنان منصف أستاذة الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر الأمريكية، لا تخفي شغفها بالذكاء الاصطناعي منذ صغرها، وخاضت في غماره رحلة للبحث امتدت ل15 عاما. وكانت منصف قد حصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انضمت إلى جامعة روتشستر قبل 3 سنوات كأستاذة ومسؤولة عن قيادة مختبر الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات في هذه الجامعة. معك دكتورة جنان منصف، باحثة بمجال الذكاء الاصطناعي وأستاذة جامعية بروتشستر للتكنولوجيا بدبي. باحثة عربية وامرأة وبمجال الذكاء الاصطناعي، يعني تركيبة شوي معقدة مش كتير موجودة بالوقت الحاضر على القليلة. أنا محظوظة أني عايشة ببلد مثل الإمارات العربية المتحدة اللي كتير عندها احترام للمرأة وتقدير لها، ومثل ما عم نشوف هلأ المرأة الإماراتية أو العربية بالإجمال أخذ مراكز كتير عالية بالدولة بالإمارات العربية المتحدة، وأنا بحترم هالشي كتير وبقدره. وفرص يعني العمل يلي عم تجي للمرأة مثل الرجل، المرأة بهالمجال عم يعطوها بعد تقدير أكثر وعم بيساعدوها أكثر، لأنه باعتقادي هيدا بيعطي قوة لها أكثر، ثقة أكثر. وأنا بعرف مثلا من طلابي هلا عندي كثير من النوعين، عندي شباب وبنات،
وبعتقد الجيل اللي جاي رح يكون في كتير من النساء الرائدات بمجال الذكاء الاصطناعي، لأنه بعرف أنه هلأ الطلاب يلي عم يدرسوا هالمجال هن من النوعين، يعني بنات أو شباب متكافئين كتير في هلا حماس لهالمجال، لأنه هيدا المجال كلنا منعتقد أنه قادر يغير كتير ويساعد كتير بعدة مجالات ويطور المجتمع عطول. أكيد نحن لما بنفكر بالذكاء الاصطناعي بنفكر بالتطور الإيجابي مش التطور السلبي، بنفكر عطول كيف فينا نحسن الأمور مش نخليها تسيء. شوف بتطلع للمستقبل بهالمجال، أكيد مستقبل كتير واعد إن كان للنساء أو للرجال، بس على الأكيد للنساء هذا مستقبل كتير واعد، لأنه بعرف القدرات الموجودة بطلابنا النساء قدرات كتير كبيرة ومهمة. كأستاذة جامعية بروتشستر للتكنولوجيا بدبي وكباحثة بذات الوقت عم بقود مختبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات مع طلاب، عم نشتغل على عدة مشاريع، من هالمشاريع مشاريع بمجال الرعاية الصحية، بمجال المواصلات مثلا، بذكر منهم سوار كوفيد، هو مشروع عم بنقدمه لنساعد المؤسسات التربوية يقدروا يأمنوا المسافة الآمنة للطلاب، ومش بس المسافة الآمنة، يقدروا كمان من خلال الاستشعارات الموجودة بالجهاز يحصلوا على البيانات المهمة اللي هي مؤشر لوجود كوفيد، مثل الحرارة، مثل نبضات القلب، ومن خلال هالبيانات فينا نبعت إشارة بتدل على وجود كوفيد أو عدم وجوده للمسؤولين عن الطلاب وأولياء أمورهم. كتير في هلأ حماس لهالمجال، لأنه هيدا المجال كلنا منعتقد أنه قادر يغير كتير ويساعد كتير بعدة مجالات ويطور المجتمع عطول. أكيد نحن لما بنفكر بالذكاء الاصطناعي بنفكر بالتطور الإيجابي مش التطور السلبي، بنفكر عطول كيف فينا نحسن الأمور مش نخليها تسيء. بشوف بتطلع للمستقبل بهالمجال، أكيد مستقبل كتير واعد إن كان للنساء أو للرجال، بس على الأكيد للنساء هذا مستقبل كتير واعد، لأنه بعرف القدرات الموجودة بطلابنا النساء قدرات كتير كبيرة ومهمة. مشروع تاني هو المساعد الطبي أو المترجم الطبي اللي سميناه مساعد. المترجم الطبي هدف منه هو إزالة عقبة تنوع اللهجات، ونحن عم نركز هون على اللهجة المصرية واللهجة الإماراتية بالتحديد، وبيساعد الطبيب أنه يقدر يتواصل مع المريض من خلال تشخيصه للمرض، ويقدر يفهم على المريض بالرغم من تنوع اللهجة باللغة العربية. فهذا المشروع الثاني كمان عم نشتغل عليه، وبحب ضيف انه هودي المشروعين حازوا على جوائز. اول مشروع صار هو احتل المركز الاول بمسابقتين، اول مسابقة هي مسابقة الابحاث بالجامعة الامريكية بالامارات، والثاني جائزة هي جائزة كمان للابحاث، جائزة عالمية للابحاث بجامعة AUS او الجامعة الامريكية بالشارقة. المشروع مساعد هو كمان هلأ وصل لنهاية الفاب لاب كومبيتيشن. أنا يعني لما بلشت رسالة الدكتوراه أنا كنت مجوزة جديد،
وخلال دراستي للدكتوراه بالهندسة الكهربائية بالتحديد، بس كان التركيز على مثل ما قلنا تحليل الصور والتعلم الآلي. خلال هيد الفترة أكيد صار عندي أولاد، ولو ما جوزي كان داعم أساسي بدراستي ومسيرتي الأكاديمية والمهنية، ما كنت قدرت أوصل لمرحلة أني أقدر أتخطى كل هالصعوبات، لأنه أنا كنت عم سافر كل الوقت بين الإمارات وبين الولايات المتحدة الأمريكية. قعدت في أول فترة بالولايات المتحدة، بس بعدين صار في تنقل بين الإمارات والولايات المتحدة حتى أقدر وفق بين عائلتي وبين دراستي. فأكيد لما زوجي كان داعم أساسي بهالمسيرة ما كنت وصلت لي اللي وصلت له، وأنا أكيد يعني بوجه له تحية تقدير وشكر على الدعم يلي أمن لي، خصوصاً أنه منا هينة أنك تشتغل بمجال كتير متقدم كتير صعب. الأبحاث يلي اشتغلت عليها هي كلها أبحاث مفروض تنشر وتنشر بمجلات عالمية وتكون متقدمة بالمستوى تبعولها العلمي، مع ولدين كانوا كتير صغار وسفر دايم. بتصور أكيد لو من هيدا الدعم كانت أكتر بكتير صعبة، ويمكن ما كنت قدرت وصلت للهدف يلي كنت عم بسعى وراه. وصلنا بهذا مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بآرائكم على مواقع البرنامج.